تقرير تركي حول صراع النفوذ العسكري في المياه الإقليمية اليمنية. لماذا يركز التحالف على تحرير الشريط الساحلي لليمن على وجه الخصوص؟ موقع اليمن الاستراتيجي هل أصبح لعنة على أصحابه أم ثروة غير مستغلة؟ أهلا بكم. أصدر مركز إنسامر التركي تقريراً حول الصراع الدولي والإقليمي على منطقة باب المندب اليمنية وخط الشريط الساحلي الاستراتيجي الذي تمتلكه اليمن. وقال التقرير إن دولاً كبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا والصين تبحث عن موطئ قدم في اليمن لإنشاء قواعد عسكرية في المياه الإقليمية. وأشار إلى أن نتائج معركة الحديدة التي تجري الآن بين الحوثيين الإنقلابيين والقوات العسكرية المدعومة من الإمارات ستحدد مصير الحرب في اليمن. موقع اليمن الجيوسياسي أضاف تعقيدات أخرى لمشهد الإنقلاب والحرب الدائرة منذ 4 سنوات. حسابات الحلفاء والخصوم اختلفت في الأجندة واتفقت على أن يظل اليمن دولة ضعيفة بلا سيادة وطنية أو مشروع نهضوي. تقرير تركي جديد يسلط الضوء على اليمن كبلد بات منطقة تنافس شديد بين القوى الدولية لإنشاء قواعد عسكرية في مياهه الإقليمية. التقرير الذي نشره مركز إنسامر للأبحاث الإنسانية والاجتماعية أشار إلى أن المعارك التي تدور حاليا في الحديدة تأتي في سياق سعي الإمارات إلى تعزيز نفوذها العسكري في المياه الدولية في البحر الأحمر. وقال التقرير إن مسألة السيطرة على الحديدة هي إحدى أبرز المحطات التي ستحدد مستقبل الحرب في اليمن. إذا تنافس دولي على منفذ بحري يعبر منه 5% من نفط العالم ويقع في دولة منهارة منذ 4 سنوات تديرها ميليشيا الحوثي في صنعاء وميليشيات تابعة لأبو ظبي في عدن. انهيار الوضع الأمني في اليمن والتي تملك شريطا ساحليا يزيد عن 2500 كيلومتر أغرى دولا إقليمية ودولية على استحداث قواعد عسكرية في المياه اليمنية في تجاوز واضح للسيادة. آخرها محاولة الإمارات مطلع العام الجاري استحداث قاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى قبل أن يتم رفضها شعبيا ورسميا، عدا عن سيطرتها الفعلية على جزيرة ميون وإنشاء قاعدة عسكرية فيها. طريق الحرير الجديد مشروع صيني يهدف إلى ربط الصين بدول آسيوية وأوروبية. يمر المشروع من مضيق باب المندب وتعتبر اليمن إحدى الدول المحورية في هذا المشروع. ووفق تقرير إنسامر فإنه في حال حققت الصين مشروعها هذا فذلك يعني احتمال انتقال العظمة التجارية من مراكز تجارية هامة مثل دبي وأبو ظبي إلى مينائي عدن والحديدة، وهو ما يفسر استماتة أبو ظبي في تعزيز نفوذها على هاتين المدينتين على وجه الخصوص في خضم الحرب التي تشارك فيها الإمارات منذ 4 سنوات. الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا دول كبرى تتنافس على موقع قدم في اليمن ولو على شكل قواعد عسكرية، بينما تختزل الرياض وأبو ظبي وطهران أيضا النفوذ الإقليمي في اليمن على شكل إطالة أمد لا استقرار فيه، فضلا عن الصراع على السيطرة على البر والبحر والأجواء اليمنية. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معي الكاتب والباحث التركي فراس رضوان أوغلو، وسينضم معه آخرنا خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذ فراس. مساء النور، تحياتي. أهلا بك معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. إذن تقرير نشره مركز إنسامر للأبحاث الإنسانية والاجتماعية التابع لهيئة الإغاثة التركية خلص إلى أن اليمن مسرحا لسباق وتنافس عسكري غير طبيعي بين الدول الأجنبية لإنشاء قواعد به نظرا لأهميتها الجيوستراتيجية. قبل الخوض في تفاصيل أكثر في هذا التقرير، برأيك ما مدى اقتراب هذا التقرير من الواقع اليمني؟ طبعا بالنسبة للحرب الدائرة في اليمن أعتقد هناك قراءات متعددة. الواقع اليمني ربما يكون مختلف نوعا ما بعدة أمور، من التركيبة السكانية، الموقع الجغرافي، التوزع، يعني الجيران، هذا مهم جدا بالنسبة لدولة مثل اليمن. جيرانها أغلبهم دول عربية، يعني لا يوجد دولة غريبة مثلا. إضافة إلى نقطة أخرى، هناك قراءات تنظر مثلا كما نظر إلى الصومال، إلى الآن في سوريا، العراق، كل تقريبا قطر له قراءة أو خصوصية ممكن أن نقول، ولكن أعتقد أن هذه إحدى القراءات بالنسبة لليمن هي مهمة جدا. الموقع اليمني مهم جدا لكثير من الأمور، يعني إضافة إلى نقطة أخرى،
كيف سيكون المستقبل اليمني؟ هذا أيضا مهم جدا. هناك تدخلات خارجية، هناك إصرار على ربما بعض الأمور أن تبقى في اليمن كما هي دون الوصول إلى نقطة حد. نعم، هذا مهم جدا. لذلك أعتقد أن اليمن حقيقة الآن ربما سيكون هو حديث الساعة، ربما تجاوزوا الآن سوريا والعراق وربما مشاكل أخرى، الآن سيكون ربما اليمن هو مركز الاهتمام الأكبر إقليميا. التوجه الآن نراه أكثر إقليميا الآن باتجاه اليمن، لأن ربما بعض المناطق الأخرى قد تفرغت، ممكن أن نقول الدول الإقليمية للمشاكل التي تحيط بها حقيقة للأسف في المنطقة الشرق الأوسط. نعم. فيها كثير. ما مدى أهمية أن يكون اليمن في يعني قلب الاهتمام الإقليمي والدولي إذا كان يعني ما وجدناه في بعض الدول التي ذكرتها تفرقت فيما بعد؟ يعني هل فقط مجرد اهتمام وقتي ثم سيزول بعد ذلك؟ طبعا هناك دائما يكون ما يسمى في القراءة الاستراتيجية الآنية وقراءة استراتيجية بعيدة المدى. هذا يعود تقريبا إلى نوع الإدارة في تلك الدول، تختلف ربما باختلاف إدارتها، ولكن الآن أعتقد أن الدول المحيطة في اليمن تقرأ على أن هناك خطر عاجل في اليمن، إضافة إلى الدول التي أبعد من اليمن تقرأ أن هناك أيضا خطر يكون شبه عاجل، وهناك دول أخرى تريد أن تستفيد من هذه الخطر ومن الوجود في الصراع في الساحة اليمنية. أعتقد أن مثل السعودية مثلا وهي على حدود تماس، ربما عمان أيضا لكن كانت ربما بسوية أقل من المملكة العربية السعودية، نظرتهم مختلفة. لا نريد أن نغفل هنا أيضا جيبوتي ودول أخرى، مصر مثلا، يعني أتكلم فقط الدول القريبة المحيطة. نعم المحيطة، لكن هناك دول أبعد ربما لديها نفوذ أكثر من الدول القريبة، إذا تكلمنا عن إيران ربما مثلا. لذلك أعتقد أن اليمن الآن سيكون حديث المجتمع الإقليمي. طبعا المجتمع الدولي لديه مصالحه وهو ينظر إليها منذ بعيد وليس الآن، ولكن المجتمع الإقليمي نتكلم عن الدول الإقليمية أعتقد الآن ستكون حديث الساعة أكثر هو اليمن. نعم، إذن برأيك على أي أساس بني هذا التقرير؟ يعني هل ما يحدث فعليا على الشريط الساحلي مجرد تحرير الخط الساحلي فقط هو ما يجعل القارئون الاستراتيجيون يعني يجدون بأن هناك فعلا مطامع حقيقية لهذه الدول في اليمن؟ نعم هذا حقيقي. أعتقد أن هناك عدة أمور اتضحت أكثر، ربما هي كانت موجودة أكثر. نحن نريد أن نفصل بين القراءة العلمية البحثية والقراءة الاستخباراتية والقراءة السياسية، هناك قراءات متعددة. القراءة البحثية هي لابد أن يكون لديها أسس بحثية واضحة عبر الاستقراء وعبر البحث في داخل الميدان، القراءة للسياسات الأخرى وأيضا إلى المجتمع القائم. الرؤية الاستخباراتية تكون لديها معلومات ولديها قراءات معلوماتية أكثر وتدخل في هذا السياق بشكل آخر. المعلومات السياسية هي تقرأ المشهد بشكل عام ربما عبر الجهتين الاستخباراتية والبحثية في نفس الوقت. أعتقد أن من يقرأ المشهد اليمني قبل عدة سنوات ويقرأه الآن يجد أن هناك فعلا هناك من يريد أن يثبت أقدام، ربما كان في البداية يريد أن يضع قدم والآن يريد أن يثبت أقدام في اليمن. إذا هنا تختلف السياسة مثلا. نعم يعني أنا أرى هناك عند الدول، نعم الدول التي سميت نعم سميت بالشرعية دخلت في أمور خاصة لأن ربما تهديد الأمن القومي مثل السعودية وأيضا معها الإمارات في هذا السياق، ولكن أعتقد أن هناك دول أخرى تريد أن تدخل في هذا السياق، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلفهم أيضا أتوقع فرنسا، أيضا تريد الصين من بعيد تريد أن تكون لديها أيضا تواجد في اليمن نتيجة لقراءات متعددة، وأيضا ربما روسيا تريد لأن هي الداعم الأكبر لإيران في سياستها الإقليمية، ولذلك هنا تبدأ المصالح تختلف فيما بينهم. تركيا أيضا بدأت لديها نظرة مختلفة على اليمن، تريد أن تكون موجودة في اليمن، ستصطدم بعدة حواجز. لذلك وجدنا الآن أن تركيا دخلت عبر القوة الناعمة بما يسمى الإيهاها، أي الأمور الإغاثة الإنسانية، الهلال الأحمر وما شابه ذلك. لذلك حتى المرضى أو المصابون يسعفون نعم بشكل كبير إلى تركيا، وهناك ملف وقراءة خاصة الآن بالنسبة لتركيا. نعم، لكن مع ذلك يرى البعض أن يعني وجود تركيا في الأزمة اليمنية لم يكن بالقوة التي كان يتوقع أن تكون عليه.
هذا صحيح، لذلك أنا ذكرت هناك حواجز ستصطدم بتركيا. مثلا سيصطدم إذا دخلت تركيا في النفوذ باتجاه اليمن، سيكون هناك صدام مع المملكة العربية السعودية، مع الإمارات، هي تدرك ذلك. ربما تهتم أكثر تركيا بعدم الصدام مع المملكة العربية السعودية في النفوذ في اليمن. مصر على سبيل المثال، مصر نحن نعلم أن هناك خلاف سياسي بين تركيا ومصر، لذلك أعتقد أن أيضا هناك من خلف الأسوار أو من وراء البحار لا يريدون ذلك. دول أخرى، فرنسا، بريطانيا، بريطانيا أيضا أعتقد، يعني ربما لأنها تشعر أن لها الحق في المناطق الجنوبية بحكم هذا صحيح. نعم هذا صحيح، ولكن الزمن يتغير، يعني لا يمكن أن نعيش على ما يسمى في الماضي، ولكن يجب أن نعيش على الواقع ونفكر في المستقبل. حتى هناك صراع آخر، يعني إذا نظرنا من اليمن حتى إلى كل أفريقيا الآن، سيبدأ هو بدأ حقيقة بين فرنسا وتركيا في هذا السياق. يعني إذا أردت أن نمحص أكثر في هذه القضية، يعني ننظر إلى تركيا، تواجدها الآن في الصومال كقوة عسكرية، في قطر، وهناك أيضا في سوريا في الشمال السوري، وهناك أيضا ستنشأ ربما قاعدة تكون مع السودان في منطقة التي في الجزيرة التي حصل فيها خلاف كبير بين في منطقة سواكن بين مصر وتركيا. إذا سننظر إلى هناك، كانت في مثلث والآن تحول إلى مربع في التوجه، النقاط المهمة بالنسبة لتركيا. هذه نقاط ارتكاز بشكل عام، لابد أن تقرأ السياسة من خلف هذه النقاط. لذلك اليمن هو نقطة مهمة. الرئيس الجيبوتي كان في زيارة في تركيا في وقت سابق. إذا الوجود التركي حقيقة بالنسبة لهذه الدول، هم يقرؤون سياسيا وهذا حقهم الطبيعي، سيقرؤون على أنه وجود منافس. التنافس في عالم السياسة هو القاعدة الأساسية، لا يمكن أن نقرأ السياسة بأنها محبة أو أخوة أو ما شابه ذلك، هي عالم في التنافس. ولذلك أعتقد أن هذه الدول إضافة إلى دول أخرى لن ترغب كثيرا في التواجد التركي، وحتى تركيا لن ترغب أيضا في تواجد هذه الدول. لذلك أنت وكيف تعاملك مع الملفات بشكل كبير. لذلك على تركيا أعتقد مجهود كبير. نعم هناك كان مشاكل في الجنوب التركي مع الحدود السورية، وهنا حتى الآن ما زالت هذه المشاكل، ربما تؤخر نوعا ما التدخل، لكن أو حتى ليس التدخل بشكل واضح ولكن تبقى ربما الخطة الثانية وليست الخطة الأولى بالنسبة للاستراتيجيات الآن بالنسبة لتركيا. ولكن أنا أرى أن الأيام القادمة ستكون أكثر للملف اليمني. طبعا لا أريد أن ندخل ملفات أخرى، مثلا في ملف في ليبيا هناك أيضا بالنسبة لتركيا أنا أتكلم، أيضا قراءات، هناك كثير من الأمور. ولكن أعتقد أن الملف القادم بالنسبة لليمن مهم. جالية كبيرة في اليمن، في تركيا يمنية موجودة، استثمارات أيضا بدأت توجد في تركيا بالنسبة لليمن. إذن بدأنا نأخذ في طابع تداخلي تشابكي بشكل كبير بين اليمنيين وبين الأتراك على الصعيد الاجتماعي، هذا سيؤثر بشكل كبير على الصعيد السياسي. نعم، إذن هل ممكن يعني أن نقول أن اليمن ستصبح نقطة مهمة أو محطة قادمة للمشروع الصيني القادم، خط الحرير وما شابه؟ هو حقيقة هو موجود، يعني أعتقد أن بالنسبة للصين هي لديها مشروع كبير الآن، هي موجودة في أفريقيا في السودان مثلا. كيف ستدخل إلى السودان؟ لابد من دخول عبر بوابة باب المندب في اليمن، وهذا إذا كان هناك من يتحكم فيه لا يريد مثلا للنفوذ الصيني سيزعج الصين. هناك دول أيضا أخرى ستكون تحت التهديد إذا صح التعبير، إذا التهديد المنافس يعني. نعم مثل مصر مثلا، نعم يعني لا أتكلم إذا دولة مثل مصر كان هناك من يعاديها في من يتحكم في هذا الطريق، كيف ستكون التوجه في تلك المنطقة؟ وبعد ذلك إلى أوروبا، يعني أتكلم على خط بحري مهم جدا من الهند وبعد الهند وحتى إلى الصين واليابان. إذا أرادوا الوصول إلى أوروبا أو تركيا لا يمكن إلا المرور عبر سوى هذه عبر هذا الخط البحري، لا يوجد خط آخر، أو الطريق البري سيكون له ربما تكاليف أكثر. نعم لذلك قراءات مختلفة. نقول أيضا أنه بعد أن
يتم خط الحرير القادم، ستسحب أيضا المكانة التي كانت لميناء دبي إلى يفترض إلى اليمن، يعني هل ذلك صحيح؟ يعني في الوقت الحالي سيكون هذا ليس واقعيا تماما، لكن على المدى المتوسط نعم، خليج عدن والمدن الساحلية الأخرى سيكون لها نعم قوة كبيرة جدا من الناحية الاقتصادية والناحية النفوذ المينائي إن صح التعبير. نعم هذا مهم جدا. أعتقد أن مثل ميناء أبو ظبي أو دبي سيتأثر بشكل كبير، لأن سيكون هناك بديل، يعني في حال خلاف سياسي مع أحد هذه الدول أو خلافات أخرى سيكون التوجه بشكل عام إلى اليمن. حتى نحن نعلم أن هناك من الناحية الاقتصادية كثير من البضائع تأتي إلى ميناء مثلا أبو ظبي أو دبي وتفرغ هذه البضائع لتنتقل برا إلى كثير من المناطق، ولكن إذا مناطق مثل جنوب غرب السعودية أو من الأفضل لها أن تنتقل أظن من اليمن باتجاه تلك المناطق، ربما أقرب أفضل من الناحية الاقتصادية. يعني أعتقد حتى التي ستأتي إلى غرب البحر الأحمر كلها ستأتي عبر ميناء اليمني، لا تحتاج إلى الميناء هناك في منطقة أبو ظبي أو دبي. لذلك أعتقد هذا الصراع الاستراتيجي قد موجود حقيقة، ليس قد هو موجود. سأعود لهذه النقطة يعني من خلال التقرير، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الدكتور علي العبسي المحلل السياسي من ألمانيا. مساء الخير دكتور علي. مساء النور. إذن تقرير تركي يتحدث عن تنافس بين القوى الأجنبية لإنشاء قواعد عسكرية باليمن، من وجهة نظرك ما هي المعطيات التي بني على أساسها هذا التقرير؟ أعتقد أولا هي من المعروف أن اليمن يتمتع بموقع استراتيجي، يعني هذه مسألة قديمة للغاية يعني ومعروفة تماما. يعني أعتقد أن اليمن يتمتع ب يعني مقارنه بالدول المجاوره بافضل موقع استراتيجي ممكن، يعني هو يسيطر على واحد من اهم المضايق البحريه في العالم، مضيق باب المندب، وهو يقع على طريق تجاري مهم للغايه. والموانئ اليمنيه التي تقع على هذا الطريق مثل ميناء عدن هي موانئ يعني طبيعيه، يعني لا يعني عمق الموانئ وموقعها يعطيها افضليه على الموانئ الاخرى في المنطقه. نعم. لذلك كانت دائما الموانئ اليمنيه ذات يعني اهميه استراتيجيه، ودعينا نتذكر ان ميناء عدن مثلا خلال الستينات وتحت الاحتلال البريطاني كان ثالث اكبر ميناء في العالم، كان ميناء روتردام في هولندا ثم ميناء نيويورك وثم ميناء عدن. وبالتالي هذه مساله معروفه. المعطيات الجديده الان التي ستجعل الدول القوى الأجنبية والدول الكبرى تحاول أن تجد لها موطئ قدم في اليمن هو أن الدولة اليمنية انتهت. نحن أمام تغير مهم للغاية. نحن الآن أمام دولة تتمتع بموقع استراتيجي هام، تتمتع بمزايا استراتيجية وتجارية هامة للغاية، ولا توجد دولة بمعنى مؤسسة الدولة، وهناك نوع من الفراغ أو ليس من الفراغ، هناك نوع من الفوضى القائمة والتي تحاول دول مثل الإمارات أو المملكة العربية السعودية استغلالها. وبالتالي لا اعتقد ان بقيه الدول ستبقى متفرجه، لا الولايات المتحده الامريكيه ولا الصين ولا فرنسا ولا، وهذه الدول اصلا هي لديها وجود فعلا في المنطقه. يعني جيبوتي تحتوي الان على قواعد عسكريه لاربع قوى دوليه، الصين والولايات المتحده الامريكيه وفرنسا، واعتقد السعوديه ايضا لديها قاعده، رغم ان السعوديه ليست بعيده جغرافيا على المنطقه، ولكن لديها قاعده ايضا في جيبوتي، وهناك حديث عن قاعده يابانيه واخرى. يعني ومع ذلك يظل الموقع الاستراتيجي اليمن متميزا للغايه. ايضا اليمن كعمق استراتيجي، يعني اليمن في موقع في زاويه في الركن الجنوبي للجزيره العربيه، قريبه من اهم واكبر حقول للنفط واكبر احتياط للنفط في العالم، يمر من جوارها وعن طريق امام سواحلها 5% من النفط الدولي. المنطقه كلها يعني منطقه الشرق الاوسط ومنطقه شرق افريقيا ومنطقه غرب اسيا، هذه مناطق تشهد نموا اقتصاديا غير عادي وتمثل اسواقا ضخمه للغايه. وبالتالي ان تجد لك موطئ قدم او تضمن لك موطئ قدم في منطقه بهذه المنطقه هو شيء مهم جدا لمصالح الدول الكبرى. ولذلك انا اعتقد ان المساله هي فعلا طبيعيه، تاتي في سياق طبيعي وشيء متوقع. نعم. اذا يعني هل اليمن باتت الان يمكن القول انها باتت في واجهه الاهتمام العسكري للقوى المؤثره عالميا؟
هي كانت دائما يعني هي كانت دائما يعني ما محل اهتمام. يعني دعينا نتذكر ايضا حادثه الباريه الامريكيه يو اس سكول في عام 2000 عندما تم تفجير شمين عدن. ماذا كانت تفعل هذه الباريه في ميناء عدن رغم ان الولايات المتحده الامريكيه كان لديها قواعد استراتيجيه في مسقط، كان لديها قواعد استراتيجيه في البحرين، لديها مثلا اتفاقيه اعتقد لتسهيل وتموين السفن البحريه مثلا مع مصر في قناه السويس، ومع ذلك اختارت اليمن، اختارت ميناء عدن للتزود بالوقود وللتزود بالمؤونه. يعني هذا يدل ان هناك اهتمام منذ البدايه كان بموقع اليمن. موقع يعني كان يعني الموقع اليمن لا يقارن يعني جميع الدول التي حتى تحاول يعني ان تقدم خدمات يعني بهذا من هذا النوع، خدمات دعم لوجستي من هذا النوع، هي لا تتمتع بالموقع الذي تتمتع به موقع استراتيجي لليمن. وبالتالي كان اهتمام الاجنبي منذ فتره طويله موجود في اليمن. واعتقد الان ان مساله الغياب الدوله واحتمال ان الدوله التي ستنشا او ما بعد الحرب، مرحله ما بعد الحرب، لن تشهد دوله قويه، لن تشهد دوله مسيطره بالكامل على او لديها القوه الكامله للسيطره وحمايه السواحل وحمايه مضيق باب المندب. هذا سيدفع الدول والقوى الاجنبيه الى ملء هذا الفراغ وايضا لتامين مصالحها في هذه المنطقه. واعتقد ان هناك ربما يعني يتم ترتيب هذا الترتيب من خلال اطراف اخرى بشكل غير مباشر. اعتقد ان السكوت الدولي عن ممارسه مثل دوره الامارات في اليمن وسيطرتها على ميناء على الموانئ الرئيسيه لا يتم بعيدا عن اتفاق ضمني او اتفاق مع القوى الدوليه او بالذات مع الولايات المتحده الامريكيه. اعتقد ان هناك دول تسعى لتامين مصالحها ولكن بطريقه غير مباشره من خلال تحالف ما مع دوله الامارات او مع السعوديه. وبالنتيجه اعتقد انه من الطبيعي للغايه ومن المنطقي ان نتوقع ايضا ان يكون للقوى الدوليه هذه اطماع في اليمن وانها ستسعى لتحقيق هذه الاطماع. نعم، اذا يبقى معنا الدكتور علي العبسي، ساعود اليك بعد ان اسالك استاذ فراس. يقول التقرير ان اليمن يعد أبرز وأهم المحطات ضمن مشروع الصين الحزام والطريق أو ما يسمى بطريق الحرير الجديد والذي يشمل 68 دولة، ما يعني أنه حملة لكسر الهيمنة أيضا الأمريكية على التجارة العالمية من جهة ولتغيير أيضا معادلة التغيير النظام الدولي بشكل كبير من جهة أخرى. لو تحدثنا وفق هذا التقرير في حال تحققت بكين من مشروعها هذا، يعني غير احتمال انتقال العظمة التجارية للمراكز التجارية مثل دبي وأبو ظبي الذي تحدثنا عنها إلى الحديدة وعدن، هل يمكن أن نقول أن ما يحدث يعني أو أن الإمارات من أبرز الأطراف ضمن مشهد الفوضى السياسية في اليمن هي محاولة استباقية لمنع حدوث ذلك؟ نعم، يعني هذا صراع استراتيجيات كبيرة بين محاور. يعني لا يمكن أن نقول الصين ربما ستكون معها روسيا في هذا السياق، قد تنضم معهم الهند أيضا، هناك دولة كبيرة. ولكن حتى الآن أعتقد أن هذا المحور أضعف من أن يفرض نفسه على المحور الآخر، يعني محور الولايات المتحدة الأمريكية هي بحد ذاتها محور، ولكن إذا كانت هي هناك اتفاقيات وتعاون مشترك كما هو العادة مع دول أوروبية بشكل عام صعب. يعني الآن أعتقد أن هذا المحور الثاني، رغم أن هذا التقرير يتكلم عن هذا الخط، ولكن حتى الآن هو أضعف برأيي، هو أضعف من أن يفرض نفسه. ولكن هي تبقى قراءة وتبقى استراتيجية، والكل سيقاتل في هذه المحاور عبر وسائل متعددة. ولذلك أعتقد أن بعض هذه الدول أيضا تظهر أن في أحد هذه المحاور لأنها مرتبطة معها تماما بشكل واضح اقتصاديا سياسيا تجاريا، هذا أكيد. ولذلك لابد من ربما أن تقرأ أيضا المشهد آخر، هل هناك دول أخرى ستأخذ إحدى هذه المحورين أو ستكون لديها محور آخر؟ على سبيل المثال هل ستكون تركيا في أحد هذه المحورين؟ أنا أتوقع أن تركيا لن تأخذ في أحد هذه المحورين، ربما تبقى في البعيد نوعا ما. نعم لديها هناك وصول إنساني بشكل كبير إلى اليمن، ولكن هذا الوصول أيضا أعتقد مرتبط باتفاقيات أيضا مع المملكة العربية السعودية، لأن هي أيضا لديها قوة نفوذ حقيقة الآن، وأيضا لديها ربما يكون حساسية أن تدخل تركيا بشكل كبير، ولذلك ضمن ما يسمى تبادل المصالح بين كلا الطرفين. أيضا التواجد التركي يفيد الشرعية، ما يسمى بقيادة الشرعية، لأن أيضا
يعلمون أن تركيا كقوة عسكرية وقوة اقتصادية وقوة استراتيجية في هذه المنطقة تقف هي الأكثر كفاءة أو أكثر قوة إيجابية بوقوف في وجه مثلا النفوذ الإيراني والحد منه بشكل كبير. ووجدنا هذا في كثير من البيانات التي صدرت بين تركيا والدول في الخليج العربي. إذا هذا من باب أحد المصالح بين كلا الطرفين، ولكن لا أعتقد أن أكثر تدخل أكثر تركيا إلا في حال حصل هناك خلاف بين المجتمع الدولي الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا ربما بعض الدول الأوروبية معهم مع الإمارات والسعودية هنا. نعم. أعتقد أن جذب تركيا إلى طرف من طرفهم سيكون هو الأقرب من المنطقة السياسية. في حال ما تم هذا الجذب سيكون هناك سيلقي بظلاله على المشهد في اليمن. طبعا سيكون في أكثر النفوذ لي بالنسبة لتركيا، ستتوغل أكثر، ستكون أكثر في اليمن. ولكن أيضا لتركيا أعتقد القراءة في داخل اليمن ليست كما لدى السعودية أو الإمارات. يعني أعتقد أن الداخل يعني لا توجد أطماع لدى تركيا كما لدى الإمارات والسعودية. ليست مسألة أطماع، هي مسألة أنك يجب أن تقرأ المشهد الداخلي اليمني، يعني التوزع الجغرافي اليمني، كيف القراءة السياسية في الداخل اليمني. هذا يحتاج إلى أيضا أن تكون على تماس مباشر مع المشهد السياسي اليمني الداخلي. ولذلك أعتقد أن هذه النقطة عند تركيا أضعف مما هي موجودة، خاصة إذا ما علمنا أن السعودية هي موجودة أو متوغلة في العمق السياسي اليمني منذ الثورة وما قبل أيضا ثورة 62. نعم، بحكم القرب كما تفضل. إذا يعني نحن نتحدث عن كل هذه المخاطر التي تحيط باليمن، هل يمكن أن نقول أن اليمن ستستطيع أن تتجاوز الاحتراب الداخلي وتدخل في فكرة التنافس التجاري؟ هذا وارد، لكن كيف سيكون إن لم يكن هناك هذا التدخل الخارجي الكبير؟ المشكلة في التدخلات الخارجية دائما تقسم المجتمعات كما تريد. بعد ذلك قد يحدث أن هذه التدخلات الكثيرة تتناقص حتى تصبح متعددة وليست كثيرة. كما أعطيك مثال، كما في سوريا مثلا كان هناك تدخلات كثيرة جدا من شتى الدول، ولكن حصر هذا التدخل في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وتركيا وطبعا إيران أيضا موجودة. تراجعت التدخلات الأخرى في دول كثيرة. هذا أيضا إذا انطبق على اليمن أتوقع أنه سيخفف من الاحتراب بشكل كبير. ولكن المشكلة أن الصراع الداخلي في داخل اليمن هل سينتهي بانتهاء التدخلات الخارجية؟ هل المشكلة نعلم أن في اليمن هناك قراءة في الجنوب الذي كانوا يريدون الانفصال، في الشمال الوجود الحوثيين، الآن الشرعية تستخدم أكثر بما المناطق الجنوبية الشرقية، وهذا أعتقد يعني الآن ممكن أن نقرأ المشهد لا يعني ممكن ثلاثي في اليمن. ولكن نقطة مهمة جدا، إذا أرادت الدول الأوروبية تماما حلفاء الرياض وأبو ظبي إذا أردوا تماما التدخل لصالح هاتين الدولتين أعتقد أنهم قادرون على أن يفعلوا شيء. ولكن أنا ما أرى أنهم يريدون الإبقاء على التوازن الصراع القائم الآن بين كلا الطرفين، بين الحوثيين وبين الشرعية. هذا أعتقد ليس بالشيء الجيد، لأن ربما في المستقبل القريب سيقولون فيدرالية، بعد ذلك التقسيم أو ما شابه ذلك. هذا أعتقد يعني ليس بالأمر الإيجابي. نعم. هذا إلا إن جاء حل سياسي توافقي، وهذا يحتاج إلى مجهود أكبر أعتقد من ضغوط أوروبية حقيقية على الأطراف جميعها. نعم. يعني حتى لا نكون ظالمين. سأعود إليك أستاذ فراس. دكتور علي، يعني نحن نتحدث عن اليمن وما يحيط بها من مخاطر، ولكن ما استغرب يعني أو ما يجعل المتابع يتساءل، يعني كل هذا يحيط باليمن، هل تدرك الشرعية ما يحدث حولها أو ما يراد لها، وأين هي من كل ذلك؟ بالتأكيد الشرعية تدري ذلك، المسألة واضحة للغاية، ولا أعتقد أن الحكومة اليمنية غائبة عن هذا الصورة. ولكن للأسف الشديد هي قلة الحيلة. أنت الآن مقدرات الدولة اليمنية وحتى السيادة اليمنية ليست لدى الحكومة الشرعية. يعني من يسيطر على الأجواء والبحار اليمنية هي المملكة العربية السعودية بالذات.
إضافة إلى دولة الإمارات. ماذا يمكن أن تفعله الحكومة الشرعية؟ نحن أعتقد أن أولويات الحكومة الشرعية مختلفة الآن في هذه المرحلة. الحكومة الشرعية الآن تضع الأولوية بالنسبة لها هي مقاومة الحوثيين، هي التخلص من الانقلاب الحوثي، هي التخلص من السيطرة الحوثية على مقدرات الدولة، على العاصمة صنعاء. وأعتقد يأتي بعد ذلك وكل شيء يأتي بعد ذلك، هي أولوية، وهي من الطبيعي أن تكون ذلك. يعني من الطبيعي، لا يمكنك أن تتحدث على مواجهة أطماع أجنبية في السواحل والموانئ اليمنية والعاصمة صنعاء نفسها مسيطرة من قبل حركة انقلابية، حركة عقائدية، حركة عنصرية. يعني أيضا هي لديها انتماءاتها ولديها ارتباطاتها الخارجية أيضا مع إيران ومع قوى شيعية غير مؤسسية وغير دول، يعني ليست دول مثل حزب الله وغيره. يعني نعم. فأعتقد من الطبيعي أن الحكومة الشرعية لا 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 لا, لا تجد لا أنه من المناسب، أو ليس من المناسب، أنها ليس لا يمكنها الآن أن تقاوم الأطماع الأجنبية فيما العاصمة صنعاء نفسها ليست تحت سيطرتها. يعني الآن عليها أن تستعيد أولا مركز القرار السياسي، ما عاصمة الدولة، ثم بعد ذلك بإمكانها مواجهة هذه الأطماع الأجنبية. نعم. وأعتقد أن أمام الحكومة، نعم. نعم. إذا برأيك المشروع الصيني الطريق الحرير، هل تتوقع أن يكون له تأثير على اليمن البحرية؟ بالتأكيد بالتأكيد، يجب أن يكون له تأثير. يعني هو بالطبيعي هناك استثمارات هائلة جدا، الصين ضخت استثمارات هائلة للغاية في هذا المشروع، وبالتالي واليمن لديها موقع استراتيجي مهم. المشكلة ليست أيضا، المسألة ليست فقط محاطة بالمشروع الصيني، يعني المنطقة كلها تتحول إلى مركز، أو هناك تنافس على تحول المنطقة إلى مركز للدعم اللوجستي ومناوئة البضائع وتجارة إعادة التصدير. المنطقة كلها تستثمر في هذا المجال، بداية من سلطنة عمان التي لديها الآن تبني مدينة بهذا الخصوص، إضافة إلى دبي وأبو ظبي، هناك الدوحة أيضا، القطريون أيضا يطورون ميناء ضخما للغاية في ميناء حمد الدولي، ومن أجل أيضا الدخول في هذا المنافسة في هذا السوق. أيضا البحرين والكويت، أيضا المملكة العربية السعودية لديها مشروعها الخاص وهو مدينة نيوم في شمال البحر الأحمر، هي أيضا هي في هذا المجال، أيضا في مجال المنافسة على سوق الدعم اللوجستي وعملية مبادرة البضائع وإعادة التصدير. مصر أيضا، منطقة قناة السويس الحرة أيضا تنافس هذه المنطقة. هناك أكثر من مشروع، هناك أكثر من مشروع، والمنطقة أيضا هي تمثل قلب العالم. يعني منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الجزيرة العربية وهذه السواحل تمثل قلب العالم، يعني هي في مركز قلب العالم، وفي مركز وفي وسط الطريق بين اكبر قوه تجاريه في العالم، بين السوق الاسيويه وبين السوق الاوروبيه وبين ايضا السوق الافريقي الذي علينا لا ننساه ايضا. هناك مليار بني ادم في افريقيا، وهو يمثل سوق هائل للغايه، والصين اكتشفت هذا السوق وهي تسعى فيه. اليمن في قلب هذه المنطقه، اليمن تمثل، دعينا نسميها ذره التاج في هذه المنطقه، لديها كل الامكانيات اللوجستية والطبيعية والموقع الاستراتيجي الذي يمكنها من أن تلعب دورا كبيرا، وبالتالي هي بالتأكيد ستلعب دورا هاما في المشروع الصيني في مشروع طريق الحرير الجديد، وأيضا في المشاريع الأخرى. ولذلك هذا جزء من حدث التنافس الأجنبي عليها. لا يمكنك أن تتخيل أن تسيطر أو أن تتحكم أو أن تحصل على نسبة كبيرة من سوق الدعم اللوجستي وإعادة التصدير وسوق خدمات الموانئ في المنطقة دون أن تتخيل الموانئ اليمنية ضمن خطتك، أو تستبعد أن تكون الموانئ اليمنية تحت سيطرتك حتى تحصل على النسبة الأكبر من هذه السوق. بالعكس، أنا أعتقد أن اليمن، أن الموانئ اليمنية هي هي المركز الرئيسي، وقد تكون فعلا أهم مراكز في هذا في في هذا في 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 المنطقة بخصوص إعادة التصدير والدعم اللوجستي وتقديم الخدمات. ولذلك نحن نرى هذا التنافس. دولة الإمارات تعلم، مثلا دولة الإمارات كل ما تبذله في اليمن الآن هو من أجل هدف واحد، هي تعلم أن التنافس الدولي المحموم على هذه المنطقة سوف يدع الموانئها مثل دبي وأبو ظبي تتراجع في يتراجع حجمها في السوق، وبذلك ليس لديها من خيار آخر غير أن تسيطر على الموانئ أخرى بحيث تدعم فرصها وتدعم حصتها في وتحتفظ بحصتها أو ترفع من حصتها في هذا السوق. وبالتالي حاولت في الصومال، حاولت في جيبوتي، حاولت أيضا في السودان، حاولت في مصر، وتحاول ايضا في اليمن. ولذلك نراها كيف هناك نوع من السياسه المنفلته العصا في اليمن خوفا من فقدان هذه المواقع ومن فقدان هذه الموانئ.
المنطقه كلها مقبله على 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 مشاريع ضخمه للغايه. المنطقه كلها تتحول ايضا الى سوق كبير لاعاده التصدير والى خدمات الموانئ، وبالتالي اليمن في قلب هذا السوق وهي تحظى باهميه استراتيجيه غير عاديه، وبالتالي الصراع عليها سيستمر وسيستمر. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. عودة إليك أستاذ فراس. أستاذ فراس، يعني هناك من يرى أن باب المندب يحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث كمية النفط التي تعبره يوميا، وبالتالي يعني أيضا لليمن أطول شريط ساحلي أو من السواحل الطويلة أكثر من 2500 كيلومتر تقريبا، لكن اليمن لم يستثمر موقعه كما ينبغي ولم يتحول إلى لاعب سياسي أو أساسي في المنطقة، لماذا برأيك؟ يعني أعتقد أن السبب الأول ربما الإدارة السابقة التي كانت في زمن علي عبد الله الصالح، يعني هو كان يعني قراءة محلية أعتقد بالنسبة لسياسته، لم يكن لديه سياسات دولية أو لم يكن لديه سياسات تفتح إقليمية بشكل عام، بعد ذلك ممكن أقول دولية، إضافة ربما إلى أن الخطط الاقتصادية يعني وفي ذلك الوقت ربما كانت كثير من الخطط الاقتصادية بشكل عام ليست، يعني نتكلمنا في التسعينات وربما بداية الألفية الثانية، يعني كانت منقسمة بين الرأسمالية كما يقال والاشتراكية أو الشيوعية من طرف ثاني. هذا أعتقد هذه الصراعات بدأت في عام 2000 2001 و2002 وبدأت تتغير المنطقة بشكل عام من الناحية الاقتصادية، وهذا يعني أذكر به تركيا على سبيل المثال. هنا أعتقد أنه لم يكن هناك قراءة واضحة، هذا من الناحية يعني الداخلية، ولا أريد أن أزيد فيها لأن ربما الضغوطات الخارجية كانت هي لها دور أكبر أيضا بأن لا يكون لليمن أيضا دور فاعل في هذه القضية. ربما مشاكل أخرى مثل القاعدة وبعض التنظيمات الأخرى التي أيضا كانت تتواجد في اليمن، ربما هناك دفع من الخارج لإبقائها في اليمن. هناك يعني أعتقد أسباب أخرى، لم يكن أعتقد أن هناك حقيقة إصلاح داخلي في داخل اليمن. نعم، يعني أيضا المشكلة في اليمن ربما كان مشاكل أخرى، يعني رئيس يبقى 33 سنة، ويعني كيف سيحضر بشيء جديد؟ يعني كل الرؤساء دائما يكون لديهم أفكار جديدة بعد 10-15 سنة، بعد ذلك أعتقد سيكون هناك تغيير إدارات. لكن أعتقد أن اليمن هذه المشكلة كانت ربما مثل كثير من الدول، عدم الدخول في محاور اقتصادية، يعني هذه أيضا أعتقد أنها مشكلة أخرى. اليمن بلد كبير وأيضا لديه تاريخ كثير جدا كبير عتيق قديم، إضافة أعتقد لديه إمكانيات داخلية يمنية، مسألة النفط والغاز وأمور معادن ربما أيضاً. نعم، وحتى أنا شاهدت مرة شريط لبعض مناطق في اليمن جميلة جدا، أنا أستغرب كيف لا يكون لديه استثمار سياحي، يعني منطقة خضراء جميلة جدا مثل مدينة إب على ما أذكر، مدينة جميلة ساحرة حقيقة. الميناء كما تفضل الضيف قبل قليل، ميناء عدن كان في السابق يعني ميناء مهم جدا، مهم ميناء يعني طبيعي لديه العمق الطبيعي، صحيح. يعني على سبيل المثال القهوة التي نشربها هنا في تركيا هي من اليمن، يعني جاءت من اليمن. إذا كانت هناك قراءة لليمن في زمن الدولة العثمانية أنها شيء مهم جدا وموجودة حتى في الإرث الثقافي التركي الموجود. نعم، وما زالت يعني بقايا. نعم، هناك أغاني كثيرة تتكلم عن اليمن. أعتقد أن يعني المشكلة في نعم تدخلات خارجية، ولكن أيضا المشكلة في الداخل اليمن كما هو كثير في الحال. وبعد ذلك حصل كما يقال الانفجار كما حصل في سوريا، في العراق، في مصر، في ليبيا، في تونس. لكن المشكلة الآن في اليمن ربما التدخل الخارجي كان نفوذيا عسكريا، استغل وسيطر. نعم، صحيح، استغل مواضيع نعم اختلاف المذاهب الدينية وبدأت توزيع السلاح. ربما هذه مشكلة أخرى في اليمن أن السلاح في كل مكان، لكن لابد من إيجاد استراتيجية خاصة في اليمن حقيقة. إذا يعني عند هذه الاستراتيجية الخاصة أستاذ فراس، يعني موقع اليمن ربما جعله ساحة للصراع المحلي والدولي، لو تحدثنا عن خيارات اليمنيين أمام كل هذا الصراع، يعني أو بشكل أوضح مصلحة اليمن مع من في كل هذه التجاذبات؟ اليمن لديه هذا الموقع الاستراتيجي، أعتقد أنه يستطيع أن يكون لديه مصلحة مع الجميع،
واعتقد انه يستطيع ان يجذب كل هؤلاء الى طرفه، ولكن يحتاج الى اداره سياسيه داخليه مهمه متنوعه، لان اليمن متنوع، بلد كبير فيه تنوع كثير، عدد سكاني ايضا ليس بالقليل، يعني عدد كبير حقيقه، يحتاج الى التنوع في، اعتقد، في السياسه الداخليه. ممكن ننظر إلى تونس مثلا في التنوع السياسي، وهذا لماذا لا يحصل في اليمن؟ بعد ذلك هذه الإدارة تستطيع أن تربط مصالحها، الكل سيحتاج إلى اليمن، مصر، السودان، السعودية، الصومال، أفريقيا، تركيا، دول أوروبية، هذا المضيق الذي هو خط الوحيد تقريبا إلى قناة السويس، وبعد ذلك إلى كل أوروبا، ومنهم إلى تركيا، حتى ممكن إلى الولايات المتحدة الأمريكية في طريق أقصر من الجنوب الأفريقي مثلا، عبر إذا أرادوا خطا بحريا قصيرا. ولكن كيف سترتبط كل هذه الأمور إذا لم يكن لديك إدارة مستقلة؟ ولكن التدخل الخارجي دائما لا يحتاج إلى إدارة مستقلة، الكل يبحث عن مصالح، يعني خاصة اليمن، يعني بحكم جوارها مع السعودية والتاريخ الذي يحكي أنه لا يسمح لليمن أن تتنفس وأن تصبح يعني ذات سيادة حقيقية، لابد أن تبقى تحت الظل السعودي كما يقال. هل يمكن يعني الخروج من تحت العباءة السعودية، خاصة بعدما حدث في يعني السنوات الأخيرة، يعني أو على العكس تعمق؟ نعم. هذا نعم الموضوع. كما تفضلت، تعمق هذا الموضوع، يعني يحتاج إلى مدة زمنية طويلة. لا أعتقد أن بهذه السهولة تستطيع الأحزاب السياسية في اليمن أن تعيد ترميم نفسها بهذه القوة دون النفوذ الخارجي. النفوذ الخارجي الآن أوجد لديه أقدام في داخل اليمن، هذه ستكون لديها تبعات كثيرة على مدى ليس بالقصير، وستنفذ ربما هذه ربما الوجهات السياسية التي تتبع إلى حزب، عفوا، إلى حلف ما، ستنفذ ربما الأجندة التي تميل إليها. وهذا الصراع قائم حقيقة، يعني في كل مكان وليس فقط في اليمن، في أوكرانيا على سبيل المثال صراع كان قائما بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا، لذلك وجدنا صراعا مسلحا حصل في شرق أوكرانيا، ونفس الشيء في الدول الشرقية التي يراد إخراج النفوذ الروسي منها مثلا على سبيل المثال، وإن كانت هي محاذية. أعتقد الآن التواجد السعودي في اليمن قوي، لا صعب الخروج منه، ولكن سيكون هناك تدخلات أخرى. يعني أعتقد أن الآن الحديث الأخير بين الولايات المتحدة الأمريكية حول إثبات إيقاف إطلاق النار في منطقة الحديدة مثلا، نعم، للصراع إلى الحديدة، وأنا كنت أريد أن أتحدث عنها، هي ربما آخر الحديث في المشهد اليمني. تأتي يعني ربما التقرير أشار أن مسألة السيطرة على الحديدة هي إحدى أبرز المحطات التي ستحدد مستقبل الحرب في اليمن، هل تتفق مع هذه النقطة؟ أعتقد أن الحديدة، نعم، هي نقطة صراع مهمة جدا، ممكن أن نصفها بثلاثة محاور. المحور الأول هو محور السعودية وأبو ظبي، اللتان تريدان أن تسيطر تماما على شريان مهم جدا في الحديدة، ما يسمى خنق أكثر للنفوذ البحري بالنسبة للحوثيين. المحور الثاني هو الولايات المتحدة الأمريكية وربما وبريطانيا، تريدان أيضا بما يسمى المجتمع الدولي، أي أن يتنفذوا ويسيطروا على البناء الحديدة، ويقولون أنه يصبح محايدا لا مع ذلك ولا مع ذلك، وهذا ينطبق عليهم محاذير وينطبق عليه أمور مهمة، يعني لا نعلم كيف سيديرون هذه الأمور، كيف هذا الميناء. والمحور الثالث هو المحور الحوثي، الذي طبعا بكل الأحوال هو لا يريد أن يعطي لأحد حتى يبقيه في يده، حتى يكون لن يسلم، سيريد أن يبقي كل هذه القوة بيده، يعني هذا ميناء مهم جدا. لذلك أعتقد الآن هذا المحاور الثلاثة هي في صراع، الكل يحذر من الآخر، ولذلك أنا أعتقد أن يعني الصراع في الحديدة سيستمر، ولكن إذا ضغطت أعتقد بشكل كبير الولايات المتحدة الأمريكية قد توقف نوعا ما هذا الصراع، ولكن أيضا هذا يحتاج إلى تكتيكات معينة، يعني السعودية لديها استثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية قد تضغط في هذا الاتجاه من أجل إبعاد الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا الإمارات لديها نفس الشيء، لديها نفس النفوذ في كثير من الأمور في بريطانيا أيضا. إذا سنشاهد صراعا مخفيا نعم حتى من أجل الحديدة، إضافة إلى الصراع القائم على أرض الميدان الحقيقية. ولذلك أعتقد أن مسألة إيقاف الصراع على أرض الميدان
ليس بهذه السهولة، قد يحتاج إلى بعض الوقت لحتى أحد الأطراف يأخذ ما يسمى المساحة الأكبر وبعد ذلك ويفرد. ينفذ نعم ينفذ أجندته التي يريدها. إذن شكراً جزيلاً لك أستاذ فراس رضوان أغلو الكاتب والباحث السياسي التركي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضاً مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.